حمل عنوان الأكراد والعرب في كتابه أو في طرح المشروع والمفهوم في هذا الكتاب، رائد في عمل من أجل التعايش والحياة المشتركة. الحقيقة تعددت تعاريف الثقافة وكثر الحديث عن مفاهيمها، فهناك من ذهب إلى أنها الموسوعية، أي موسوعية الإنسان واهتماماته، بينما يرى آخرون أنها تمثل شكلا نمطيا في فترة معينة وزمن محدد. لا يصلح هذا إلى وقت آخر. وقيل إنها الخبرات العقلية والعملية التي يكسبها الإنسان، ويقول فريق آخر أن الثقافة سلوك فردي منسجم مع مجتمعه. لا شك أن كل تلك التعاريف وكل تلك المفاهيم هي تصب بمعنى واحد، أن الثقافة بالأخير هي سلوك مكتسب. نعم، ربما يكون البعض منهم فطري، ولكن غالبا ما يكون هو مكتسب. عوامل معينة تساعد على بناء الثقافة للفرد والمجتمع. أولها الأسرة. لا شك أن الأسرة هي من يحاول أن يسكن الفرد من أجل أن يظهر هذا الفرد وهو صغير كالعجينة، يظهر هذا الفرد أمام المجتمع وفق رؤية الأسرة، فيترك أثرا كبيرا على حياة هذا الفرد، وربما بصمات يعني معينة ترافق هذا الفرد وثقافة هذا الفرد على مدى عمره. ثم الشارع، الأسرة ثم الشارع. كيف يكون الشارع؟ نعلم أن المجتمعات العراقية بشكل عام السواد الغالب بها مجتمعات فقيرة وتملك بيوتا صغيرة تعيش في هذه الأحياء القديمة. كلما كان البيت صغير كلما كان الحاجة إلى الشارع أو إلى الزقاق أو إلى الدربونة إلى العوجة كما نسميها في مختلف أماكننا، فهذه ترافق تربية الشارع إضافة إلى الأسرة. تحتاج المرأة إلى العمل في البيت فتخرج الأولاد إلى الشارع. هنا يؤثر الشارع أيضا في سلوكيات وعقلية وثقافة هذا النشء. ثم تأتي بالمرحلة الأخرى، المدرسة أو الدراسة على اختلاف مراحلها. يضاف إلى ذلك الصحبة، الأصدقاء، فقد قيل قديما أن الصاحب ساحب، ونعبر عنها بلهجاتنا الدارجة الصاحب ساحب. كيف يكون صاحبك؟ يسحبك معه في طريقه. ثم البيئة. نعم، أن البيئة يا سادتي يا كرام تؤثر تأثيرا كاملا على ثقافة الإنسان، بل وقيل أن الإنسان ابن البيئة، حتى يذهب البعض إلى أن ليس للقومية وليس للمذهب علاقة بذات الشخص، وإنما الإنسان ابن البيئة. فعندما يحل في البلد جائحة أو كارثة أو حرب أو أي شيء آخر في منطقة ما، نرى أن هذه المنطقة تنتقل إلى مكان آخر. السيد رئيس الجمهورية محترم، أصحاب المعالي والسعادة، حضور الكرام كل حسب عنوان، يعني حقيقة إعلان تأسيس مركز ثقافي لحوار الثقافات العراقية إذا جازت هذه التوصيفة، تجعلنا لا ننظر برومانسية عالية إلى موضوع يحتاج إلى تأسيس و
وإلى تقعيد وإلى مراجعة وإلى مناقشة، لأن الثقافة هي التمظهر الأعلى للحراك الاجتماعي والحراك السياسي. وحينما نفكر بتأسيس مؤسسة تتبنى الحوار وتخفف من تاريخ الغلواءات الصراعية القديمة في ذاكرتنا القديمة، علينا تماما أن ندرك أننا لا نتحرك لوحدنا ولا نتحرك بحلم، وإنما علينا أن نضع على الطاولة كل ما ينبغي وكل ما يدفع هذه المؤسسة لأن تكون فاعلة وحقيقية وواقعية وقابلة للتنفيذ كمشروع. الآن المقدمات الثقافية مسوغة ومبررة، لكن أيضا لا يمكن لنا أن نتحرك ونتحدث دون وجود إرادات سياسية، وجود بنى عميقة يمكن أن تكفل نجاح هذا المشروع. كثير من المشاريع التي طرحناها في عملنا الثقافي لكنها اصطدمت بالإرادات السياسية واصطدمت بالخنادق العميقة داخل مجتمعنا العراقي ما بعد عام 2003 بكل تحولاته وبكل صراعاته وبكل خنادقه ومتاريسه، وبالتالي وجهت هاي المشاريع الجميلة. هكذا مراكز جدا مهمة، أولا للتقارب بين الشعب الكردي والشعب العربي اللي موجود، العرب اللي موجودين في داخل العراق، لأن هم المكونتين الرئيسيتين في داخل العراق، ومهمة للتعايش السلمي، لتبادل الأفكار، لتبادل الآراء، وأيضا للعمل على المجالات الأخرى الأدبية والموسيقية والسينما، وأيضا كل مجالات الفنون يعني. ولمد هكذا نشاطات ومراكز تمدد الجسور بين مكونات الشعب العراقي وتؤدي إلى التعايش السلمي وتقبل الآخر، وأيضا تغلب على حتى المجالات المشاكل السياسية اللي موجودة في داخل. تأتي إعلان افتتاح مركز الثقافي العراقي الكردي بالأحرى بشارة خير للثقافة والفن داخل العراق عموما. نحن نأمل كوزارة الثقافة في إقليم كردستان أن نوطد علاقاتنا مع المركز الجديد، وأن تكون فعالياتنا ونشاطاتنا مشتركة في المستقبل القريب، وإنه لخطوة جبارة في تقارب أو تلاقح الحضارتين أو اللغتين العربية والكردية والفنون والثقافة المختلفة. نأمل أن تكون هذه المركز مركز طموح كل العراقيين جميعا. إن افتتاح أو تشكيل مركز ثقافي كردي عربي هي من المواضيع الأساسية لتطوير الثقافة عامة في العراق، وإجراء تبديل الآراء بين مثقفين الكرد ومثقفين العرب بالغ الأهمية، ونحن نبارك الجهود التي ساهمت في تشكيل هذا المركز.